استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في قصر بيان اليوم معالي رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة أنور الحق ككر والوفد المرافق له. وجرت للضيف مراسم استقبال رسمية قام عقبها بمصافحة كبار مستقبليه وفي مقدمتهم معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد عثمان العيبان ومعالي وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة رئيس بعثة الشرف المرافقة الدكتور جاسم محمد الاستاد ومعالي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح عبد الله أرقبة ومعالي وزير المالية فهد عبد العزيز الجار الله وسعادة نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وسفير دولة الكويت لدى جمهورية باكستان الإسلامية نصار عبد الرحمن البطيري.